السلام عليكم سادة الكرام، تحية طيبة عطرة زكية لكم أينما كنتم وكيفما حللتم، ونسأل الله لكم السداد والتوفيق في هذه الأيام المباركة ذكرى الثلة الطاهرة من آل محمد وولادتها المباركة. إذ نحظى اليوم سادة الكرام بهذه الولادات الشريفة المباركة، سألنا الله سبحانه وتعالى أن يتفضل بمنه علينا بالخير والتوفيق والسير على نهجهم ومنهاجهم، إنه سميع الدعاء. ضمن تغطيتنا المباشرة من مجموعة قنوات كربلاء الفضائية التي هي مرآة العقيدة وراية الأحرار، مستمرون معكم لتغطية أحداث مهرجان ربيع الشهادة 17 التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ضمن المشروع السنوي القيم المتمثل بمهرجان ربيع الشهادة 17 المقام من قبل العتبة الحسينية المقدسة. تستمر تغطيتنا سادة الكرام للجهود المبذولة فيه، والتي أخذت على عاتقها مستويات عدة، ولعل أبرز تلك المستويات ما تضمن إرساء الرسالة الحقيقية عن الدين الإسلامي وعن مدرسة أهل البيت ومذهبهم الشريف للعالم العربي والأجنبي، لننقل من هنا إلى هناك الصورة الحقيقية عن الإسلام للأديان والشرائع الأخرى لو صح التعبير، وكل ما هو حقيقي عن الدين الإسلامي بغض النظر عن الصورة المزيفة التي نسبت للإسلام ولمدرسة أهل البيت. سادة الكرام، ضيفي في هذه الحلقة الخاصة الدكتور محمد علي ميرزائي من جمهورية إيران، المختص في الدراسات القرآنية وعلم الكلام. مرحبا بك دكتور. بارك الله، وشرفتني بحضورك معي شرفت في هذه الحلقة الخاصة. الله يسلمك، وإن شاء الله حوار ممتع سوف يكون معك، وهذا الحوار يتضمن أطر تتعلق بالدين الإسلامي وكلام عن الشخصيات المتمثلة من الديانات الأخرى التي حضرت هذا المهرجان العالمي. فلك مني خالص الود وخالص التحية، وتبدأ بكلمة الترحيب والمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأدب الإنساني والإسلامي والإحساس الروحي يقتضي أن نتقدم بالسلام والصلاة والتحية إلى أبي عبد الله الحسين وإلى علي بن الحسين وأصحاب الحسين وأولاد الحسين، وإليكم أنتم أهل هذه الأرض المباركة، ونسأل الله أن يجعل في هذه الأعياد كامل الخير والبركات لكم ولنا وللأمة جميعا في ضوء هذا الوجود الملكوتي. وأيضا أستأذنك لأتقدم بالشكر والتقدير للعتبة والأمانة العامة للعتبة. في الحقيقة أن العتبة الحسينية حقيقة فاصلة ثقافيا وفكريا، ولها دورها البالغ والفائق في الأهمية، وسوف نتحدث كنموذج عن هذا المهرجان كيف أحدث مناخا إنسانيا أخلاقيا حسينيا وعالميا. ولذلك أكتفي في المقدمة بهذه التحية وأنا بخدمتك، وأطرح التساؤلات الأساسية. وهذه الجهود التي تبذلها ليس على المستوى الإسلامي بل حتى على المستوى الإنساني والأديان وكل الأديان طبعا. طيب سادتي الكرام، تعلقا لما تفضل به الدكتور، هناك تقرير سوف ننتقل إليه للزميل أنمار الفضلي، وهو متعلق بالشخصيات الدينية من الديانات الأخرى، ومن ثم إن شاء الله نعود معكم لنكمل ونواصل حديثنا في هذه الحلقة. فإلى هناك. هذه الطاولة جسدت مقولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، حيث اجتمعت مختلف الطوائف والأديان التي حضرت لمهرجان ربيع الشهادة العالمي 17
وأقامت ورشة حول حوار الأديان للتأكيد على أهمية نبذ الكراهية والتطرف. وهذه الورشة الحوارية بين الأديان الغرض منها أن نقول أن الإمام الحسين عليه السلام هو خيمة للجميع، وقد جمع كل الأديان تحت خيمته وفي كربلاء في أرضه هنا كي نوصل رسالة للعالم أن التحديات التي تواجهها الأديان بصورة عامة، الروح الكراهية في العالم، إراقة الدماء للأبرياء في العالم، والظلم ناجم عن الابتعاد عن الدين بكل عناوينه. لذلك رجوع الإنسان إلى الدين هو طريق إلى منجاة الإنسان من هذه الظلم التي يعيش فيها. لذلك هذه الجلسة هي محاولة إلى أن تخرج بنتائج إيجابية لإيصال فكرة معينة. المنظمات والاتحادات الدولية تأخذ بعين الاعتبار الصراعات والاحتقان الذي تعيشه أغلب دول العالم، وهنا من أرض الشهادة مدينة كربلاء المقدسة كان لممثل اليونسكو كلمة أكد فيها على دور الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في لم الشمل المحلي والدولي عبر مؤتمرات وفعاليات تسعى إلى محاربة الأفكار المتطرفة ومروجيها. لا شك العتبة الحسينية كان لها دور كبير، وليس اليوم، منذ وقت مبكر جدا في لم الشمل المحلي داخل العراق وكذلك خارج العراق من خلال الحوار مع الأديان الأخرى المسيحية وغير المسيحية والتواصل مع الكنائس المعترف بها عالميا ومن خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات، ومن ضمنها طبعا هذا الملتقى اليوم المهم حقيقة. وطبعا لا شك أن هذا سوف يعني يؤدي بالنتيجة إلى لا 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 القضاء على التطرف نهائيا. عندما تتقارب وجهات النظر يكون التطرف لا 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 مجال له اطلاقا. يعني باحثون واكاديميون مختصون من مختلف الدول شددوا على أهمية حوار الأديان لنبذ الخلافات والإرهاب والتطرف الفكري الذي عدوه سرطانا يسري في المجتمعات. إذا كنا اليوم نعيش في بحر من الدماء وفي بحر من العداءات والصراعات المذهبية والدينية والطائفية وما إلى ذلك، وإذا كنا اليوم بصفتنا نحن أخوة وعرب ومسلمين، إذا نرى مثلا غزة أو ما يجري في غزة الآن ونباركه، وربما نكون إذا شريكا وطرفا فاعلا فيه. فأعتقد أن الحوار في الأديان هي مسألة مهمة، وهي قضية راهنية فعلا وما أحوجنا إليها، ولكن بشرط أن نفهم. تبقى القضية الأساسية هي مسألة فهم النص، إذا اختلافنا حول النص هو ذا سبب مأساتنا. لقناة كربلاء الفضائية أنمار الفضلي، كربلاء المقدسة. لكم خالص الود والتحايا سادة الأحبة، مستمرون معكم إن شاء الله في هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم من قناة كربلاء الفضائية. لا شك ولا ريب حوار الأديان والحوار بين الأديان سواء كان بين الإسلام ومذاهبه أو بين الإسلام وباقي الشرائع الأخرى أو الأديان الأخرى لو صح التعبير، يخفف كثيرا من إزالة العقد النفسية والعقائدية والسياسية وحتى الاقتصادية كما ينظر لذلك البعض، مما يجعل هناك تسيد كبير جدا للألفة بين الأمم وبين البلدان على كافة المستويات، لا سيما حتى المستوى السياسي والقيمي. دكتور، أجدد تحيتي بك مرة أخرى. شاهدنا هذا التقرير الذي قبل قليل، وأرجع إلى نقطة مهمة جدا وحتى ننطلق من خلالها على الجهد الذي تبذله العتبة الحسينية المقدسة اليوم، وهي لم تحصر هذا المهرجان باستضافة شخصيات إسلامية مذهبية مقوسة بين أساسين منصص عليه من المذهب الشيعي فحسب فقط، بل ارتأت أن تكون هنالك شخصيات دينية من أديان أخرى، وكما شاهدتم وحضرتم الحوار الديني إلى ماذا يهدف وإلى ماذا يصبو وإلى أين يصل بنا؟ تفضل. لا شك أن الذين يعملون على أنسنة الخطاب الحسيني أو
إعادة بيان فلسفة هذه النهضة المباركة وتبيينها للإنسانية، فبالأحرى والأولى ينبغي أن يكون الخطاب الأدياني هو ميسورا وأسهل من الخطاب الإنساني، لأن إنسانية الخطاب تقتضي وتستوجب أن تكون هذه المقاصد وهذه المحاور الأساسية والقيم المركزية يتم التعبير عنها للملحدين أيضا، يعني لكل الذين حتى لا يعني ينتمون إلى الأديان، فما بالكم بالأديان يعني. فإذا التواصل مع الأديان عملية ضرورية يقتضيها الواقع المرير في العالم، في الحياة الإنسانية ككل وفي العالم ككل. أنت لا يمكن أن تصف نفسك بالعالمية وبالكونية وبالمهدوية ولكن تعجز عن أن تتفاعل وتتعامل وتتكامل مع الأديان، على اعتبار أنه من يريد أن يوصل رسالة المنقذ المخلص للعالم. بالضبط، وهذه الحقائق الكونية التي عبر عنها الحسين عليه السلام بكل حركة وبكل نقطة من دمه الشريف الطاهر ومن قيامه التي ملأت العالم في الحقيقة، هذه الرسالة ينبغي أن تصل إلى العالم، وينبغي أن يكون الحسين جامعاً للإنسانية الكونية وجامعاً للأديان أيضاً لأتباع الأديان قبل الإنسانية، والإمكانيات متوافرة. وأما أهمية وضرورة هذه المسألة قد ترجع إلى عناصر كثيرة، أنا أذكر ممكن إحدى النقاط فقط، وهي في الحقيقة اليوم شئنا أم أبينا جزء أساس من مأزق العالم وبؤس العالم يرجع إلى سوء فهم الأديان، سوء فهم المذاهب. الله وهذه الأديان والمذاهب واحد، الكون والوجود لا يحتمل آلهين أو إلهين ربين، كل الرب واحد والله تبارك وتعالى واحد. كيف يمكن هذا الإله الواحد وهذا الخالق للإنسان أن يسبب كل هذا التناحر والتناقض يعني. نعم، هذا غير ممكن عقليا، ما ممكن. أضف إلى ذلك مسألة الفطرة، هذا المسيحي، هذا الكاردينال والأسقف والقسيس الذين رأيناهم في هذه الفعالية في العتبة، وكذلك كل الذين ينتمون إلى الأديان، هؤلاء معنا على حقيقة وجوهر واحد وهو الفطرة الإنسانية. والدين ليس إلا الفطرة المبينة، والفطرة ليست إلا الدين المكون، يعني الدين نص ونقل وبيان، وهذا البيان يساوق ويساوي تماما يعادل الفطرة. والفطرة أيضا لو شرحتها وبينتها وفسرتها تصل إلى الدين. إذن هذه الحقائق عالمية كونية فطرية إنسانية، ما هو السبيل والمعبر الأساس والأداة الفاعلة؟ أنا أعتقد التعامل والحوار بين الأديان، شرط أن نبدأ من النقاط الأساسية المركزية يعبر عنها القرآن الكريم بالكلمة السواء. الكلمة السواء بين الأديان هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الفطرة، ليس فقط كلمة الموضوعية أو الآفاقية خارج الإنسان، هي كلمة الإنسانية في الحقيقة التي تتجسد فيها القيم الإلهية. وعلى فكرة المذهب المسيحي مثلا أو حتى المذاهب والأديان الأخرى هي على شراكة واتفاق والتقاء شبه كامل في الأخلاق وفي المعتقدات، حتى في بعض النصوص يعني. نعم طبعا، نعم. القرآن الكريم لو أنت تقارن بينه وبين الكتب الأخرى تجد الاشتراكات كبيرة يعني. وأن القرآن نص على ذاك، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. تمام، أصلا القرآن هو إعادة البيان الصحيح للكتب المقدسة التي نزلت، إعادة بيانه من الله تعالى والترصين لها وحفظا له. تمام، وهو كتاب مهيمن عليها، وفكرة المهيمن في القرآن الكريم ليس بمعنى السلطة، لأنه جميل. الآن باللغة الجديدة نقول الهيمنة، لا، لذلك هناك من وجه انتقادات كبيرة للإسلام. أحسنتم، الهيمنة تعني هنا السلطة العلمية والعقلية والإشراف والإحاطة، بمعنى الإحاطة. القرآن مهيمن أي القرآن محيط على كل القيم، وأنت لا تجد
قيمة مركزية في أي ديانة إلا والقرآن أعاد وطرحها بقوة وبعقلانية وبمزيد من الأدوات والإمكانيات التي تضمن تحقيقها. لا سيما الأزمات التي نعيشها اليوم عالمياً حتى على المستوى الأخلاقي والديني. يعني العنف مولانا، العنف على كل المستويات، عنف الإنسان مع نفسه يولد الكآبة. اليوم 500 مليون في العالم مبتلون بالكآبة. الكآبة هي أنت لا تتصالح مع ذاتك، مشكلة حقيقية. العنف الأسري، اليوم الأسر في كل العالم مسلمين وغير مسلمين، الأسر في أزمة حقيقية. المجتمعات، العنف السياسي، داعش والحركات الإرهابية في كل العالم موجودة. الانحطاط الأخلاقي هو يرتبط بالأخلاق أيضا، وثق القرآن كثير من الصور القرآنية عن ذلك. طبعا. لكن السؤال، هل هذا العنف الموجود بعيد عن خطاب الأديان؟ أبدا. أصلا العنف يتخذ من الأديان وسيلة مريحة جدا، لذلك تم تصفية كثير من الأمم بهذه الطرق. بهذه الطرق. طيب دكتور، الجانب الإعلامي، يعني عفوا أنا ذكرت هذا لأقول النقطة الإصلاح أيضا يمكن أن تأتي من الأديان نفسها. جميل. نعم. أكيد. الجانب الإعلامي، وأقصد الجانب العام الديني اليوم، ترى إلى أي مستوى يمكن أن يكون الرائد الأول في تصفية الحسابات السلبية إلى الدور الإيجابي من خلال مثلا اليوم المؤتمر أو المهرجان الذي حضرتموه اليوم؟ ما هي النسبة أو الدرجة العالية الرائدة اليوم لنقل الصورة الحقيقية عن الإسلام، عما ينقل عن الإسلام بأنه دين إرهاب ودين تطرف ودين عنف وضد المرأة وضد الطفل وضد الشخصية والحرية وكثير؟ معلم القرآن الكريم وضحها طبعا في نصوصه كثير من الأمور. تفضلوا. هذا جدا مهم أستاذي، يعني نحن علينا أن نفصل بين سلوك الناس المنتمين إلى الأديان وبين الأديان نفسها في الإسلام في أصلها. نحن نفصل بين ممارسة كل هذه الأشياء من قبل المسلمين ضد بعضهم البعض. ممكن الرجال ممكن يمارسون عنفا أو سلوكا غير طبيعي ضد النساء في بيوتهم أو مع الأهل مع الأولاد، جزء من الانهيار الخلقي ومن الانزلاق الشبابي نحو الإلحاد وأمثال ذلك اليوم بسبب هذه السلوكيات. لكن السؤال، هل هو سلوكي أنا كأب كمعلم كشيخ أم هو وصية وحكم إلهي؟ بالتأكيد الدين بريء من كل هذه السلوكيات العنفية والعدوانية التي نمارسها. هل يمكن أن تتحقق الأهداف التربوية بمعزل عن الالتزام الأخلاقي؟ يعني هل أنا أستطيع أن أربيك وأؤثر عليك أخلاقيا بطرق وقواعد غير أخلاقية؟ وهذا ما يرتكبها الكثير منا. إذن علينا أن نعود ونبرئ الديانات وبالتحديد الدين الإسلامي من هذه الأشياء. لكن هناك دس، هناك تحريف، هناك افتعال فبركة في داخل الأمة. هناك من يؤيد يزيد، يعني يبرر فعل يزيد، وهذه أبشع جريمة شهدها تاريخ الإنسانية. والأكثر غرابة ربما سمعت أنا قبل أيام، هناك من يبرئ الحجاج. بالضبط. مش هناك ممكن أن يرتقي بها مستوى عالي. كفر. يقولون حجاج كان يحب القرآن الكريم مثلا، وكيف أجمع بين حب القرآن والسفاكية وسفك الدماء بهذا الشكل؟ إذن هناك من يحرف الأديان، ومشكلة تحريف الأديان موجودة في كل الأديان وفي الإسلام أيضا، لكن ليس مشكلة تحريف النص وإنما تحريف المعنى. وهذا التحاور، أعود إلى سؤالك الأساس، وهذا التحاور الديني تحاور المسلمين، تحاور بمحورية مراكز رشيدة مثل العتبة، أنا أعتقد تفعيل هذا الحوار الأدياني مهم ويساعد في حل هذه المشكلة. لكن بعض المؤسسات لها مصداقية، أنا أنظر إلى المصداقية الإنسانية الأخلاقية الكونية التي تمتلكها هذه المؤسسة، وهذا مهم. يعني ممكن أنا عندي مؤسسة في بيروت، وبالفعل أنا أسست مؤسسة مركز الحضارة في بيروت، لكن أنا أقر بأن معنا المنطقة هناك عالمية وأديانية، لكن العتبة وهذه هذا المناخ القدسي المبارك وهذه الحسينية في المعنى في القيم سوف تساعد على نجاح هذا التواصل. تمام. دكتور أنا ممتل منك كثيرا. السيد مخرج، هل بقي لدينا الوقت شيء؟ طيب
شكرا لك ولكل ما تفضلت به. انتقل معكم سادتي الكرام الى مراسلنا هناك. نعم زميلي عباس، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة كربلاء الفضائية، ونبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء ولادة الأقبار المحمدية في هذا الشهر، شهر شعبان المبارك، حيث الولادات الميمونة لأئمة أهل البيت عليهم السلام بهذه المناسبات العطرة العتبة الحسينية المقدسة. افتتحت مهرجان ربيع الشهادة قبل ثلاثة أيام، وفي نحن في اليوم الرابع اختتمت العتبة الحسينية المقدسة هذا المهرجان الكبير الذي تميز عن النسخ السابقة بفعالياته المتنوعة وكذلك الفقرات التي شهدها وضيوف المهرجان الذين توافدوا من 30 دولة عربية وأجنبية، 100 شخصية مؤثرة حول العالم اجتمعت هنا في كربلاء في الصحن الحسيني الشريف من أجل المشاركة بهذا المهرجان العتبة الحسينية المقدسة. اليوم اختتمت هذا المهرجان عبر تكريم الضيوف المشاركين من مختلف دول العالم والشخصيات المشاركة بهذا المهرجان من الباحثين ورؤساء اللجان البحثية وكذلك أصحاب براءات الاختراع والعلماء وكذلك المشاركين بهذا المهرجان. معرض كربلاء الدولي للكتاب نسخته 18 لا زال يستقبل الزائرين من مختلف المحافظات العراقية من أجل اقتناء الكتب، وهي دعوة من شاشة قناة كربلاء الفضائية من أجل يعني السرعة في الإقبال على هذا المعرض من أجل يعني الحصول على الكتب التي يحتاجونها. في الأيام السابقة سلطنا الضوء على العديد من دور النشر الدينية والثقافية والاجتماعية والتاريخية، نحن اليوم في أحد دور النشر المختصة بالأطفال، هذه الشريحة المهمة في المجتمع. يعني وفرت العتبة الحسينية المقدسة أجنحة خاصة بهذه الشريحة من أجل يعني الاهتمام بهذه الشريحة. للمزيد من التفاصيل ينضم معي أحد المشاركين بدور النشر من لبنان ليحدثنا أكثر عن يعني الكتب التي شاركوا بها بهذا المهرجان. السلام عليكم ومرحبا بك في شاشة قناة كربلاء، عرفنا عن نفسك في البداية وحدثنا عن الكتب التي شاركتم بها في هذا المهرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا شرف كبير لنا أن نكون على شاشة قناة كربلاء ومعكم محمد حافظ من لبنان. نتحدث عن الكتب التي شاركتم بها في هذا المهرجان، كتب خاصة بالأطفال ويعني اهتمام العتبة الحسينية واهتمام دور النشر بهذه الشريحة. جزيل الشكر للعتبة الحسينية على المجهود الرائع التي قامت به، ونحن شاركنا بالكتب الأطفال متنوعة، منها الكتب للأطفال الدينية ثقافية وتختص بسيرة أهل البيت وأخلاقيات أهل البيت ليتعرف الطفل على هذا المبدأ الرائع، وأيضا كتب متنوعة بالتربوية باللغتين الإنجليزية والعربية يعني، وتتحدث عن السلوك، عن إدارة الطفل، عن أخلاقيات الطفل بشكل أخلاقي وليس بديني بحت. كيف رأيتم الإقبال من قبل الزائرين والمهتمين بالكتب على يعني اقتناء الكتب؟ بصراحة هناك تزايد على من الزائرين عاما بعد عام. نحن الآن في دورة 18 لمعرض كربلاء وهناك تزايد للزوار، وكل عام يأخذ شهرة أكبر على صعيد أصبح معرض كربلاء ليس له شهرة في جميع أقطار الوطن العربي، وهذا دليل أن
بالبدايات كانت مقتصرة على دور عراقية وبعض من لبنان، لأن نرى دول أخرى من سوريا، من مصر، من الكويت وهذا. شكرا لكم. نعم زميلي عباس، يعني العتبة الحسينية المقدسة وفرت جميع الإمكانيات من أجل يعني جلب دور النشر من مختلف دول العالم، وكذلك يعني توفير كل الإمكانيات من أجل يعني خدمة هؤلاء، خدمة ضيوف يعني المهرجان وكذلك الشخصيات المشاركة فيه. نعم زميلي عباس. شكرا جزيلا لك زميلي العزيز على ما تفضلت به، وإن شاء الله العتبات المقدسة مستمرة بكل نشاطاتها المتنوعة والمختلفة على كافة مستوياتها، سواء كانت المستويات الدينية البحتة المتخصصة بأمور العقيدة وغير ذلك، أم النشاطات الأخرى المتعلقة بالأمور الثقافية المنتشرة طبعا في كافة محافظات العراق و الدول التي تهدف من خلالها إلى تقويم الإنسان وبناء الإنسان وإيصال الصورة الحقيقية عن الدين الإسلامي وعن مذهب البيت عليهم السلام. أنتقل بكم سادتي الكرام إلى زميلي مالك السراج، وهذه إلى فيصل، عفوا إلى زميلي فيصل غازي، وليحدثنا عن النشاطات المختصة بمجال البحوث في هذا المهرجان، فإلى هناك. أعزائي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة للجلسات البحثية المنعقدة على هامش مهرجان ربيع الشهادة الدولي بنسخته 17، ابقوا معنا. يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده، صلى عليه إلهي ما جرى القلم. حتى إن شاء الله يكون فيها إجمال. هذا المهرجان مهرجان مهم، والحمد لله هو من المهرجانات الناجحة والموفقة منذ حوالي 20 سنة، وهذه السنة لعله تكون هي السنة 20، ولكن باعتبار أحداث كورونا ومشاكل كورونا تأخر المهرجان، فصار هذا المهرجان 17. وفي كل الأحوال هو هذه المهرجانات إنصافا من المهرجانات الناجحة والنافعة التي يحضر فيها العلماء والفضلاء والباحثون والمحققون الأكاديميون والحوزويون من شتى بقاع المعمورة، وهذه ميزة في هذا المهرجان العظيم، المهرجان الكبير المهم. يعني أنا شاركت في مهرجانات أخرى ولكن ما فيها هذه السعة وهذه الشمولية، وكذلك هذا القدم وهذه التجربة. يعني كلما زادت تجربة القائمين على المهرجان يكون المهرجان ماذا أفضل، ويكون السلبيات فيه تكون السلبيات فيه أقل. مفهوم كأنه مترجم، مفهوم الشخصية بالمعنى هذا الذي طرح ويطرح في العلوم الاجتماعية هو مفهوم غربي. حضرنا برفقة وفد من جامعة واسط بدعوة كريمة من العتبة الحسينية المقدسة لحضور فعاليات مهرجان ربيع الولادة، وبصحبة عدد من المنتسبين والطلبة، وحضرنا هذه الجلسة البحثية المباركة التي استمعنا فيها إلى علماء وباحثين تناولوا قضايا الفكر والأخلاق وتطبيقها من خلال شخصية المولى أبي عبد الله الحسين وكذلك أبي الفضل العباس، وكانت مضامين عالية
نافعة نأمل أن يفيد منها طلبتنا والمجتمع عموما في الاقتداء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيما يبني الإنسان ويصلح حياته إلى مستقبل أفضل. كلمة شخصية حديثة وليست قديمة، وكما تفضلتم مصطلح صناعي. الكلمة المناسبة هي المروءة. أعزائي المشاهدين، لا زالت الجلسة مستمرة وتغطيتنا مستمرة لها. دعونا وإياكم نتعرف على أهم آراء الحاضرين في هذه الجلسة. حيث كان في هذا اليوم ثلاث بحوث قيمة تقدم بها الشيخ فضيل من دولة الجزائر والسيد علي الحسني وكذلك السيد عماد الحكيم. تفترق في هذه البحوث طبعا في شكل عام جميع البحوث الواردة في الجلسات البحثية هي لها علاقة بربيع الشهد، ونقصد بها بمن هم ولادات الأقمار وأبي الفضل العباس وأبي عبد الله الحسين وسيد الساجدين. وحتى بحث سيد علي الحسين هذا اليوم هو تطرق إلى السيدة زينب سلام عليها. كل البحوث كانت أبرزها اللي تطرق إليه فضيل الجزائري حول ربط بين القيم الأخلاقية وبين ما تطرق إلى أخلاق الإمام الحسين ومواقف الإمام الحسين عليه السلام خصوصا في يوم عاشوراء، وربط هذه القيم الأخلاقية كما تطرق السيد علي الحسين الحسني إلى ربط القيم الأخلاقية والعبادية بالسيدة زينب عليه السلام. العبادات المفهوم الدارج للعبادة من قبيل الدعاء والصلاة. أن نكون على أرض كربلاء المقدسة في مهرجان ربيع الشهادة 17 التي قتلت، ونحن استمرت حوالي 100 نرى الفقرات المتنوعة من الأمسيات ومن حلقات تعارف وحتى التلاعب بالتاريخ في مجال البحث، كان هناك تصرف في العقائدي والتاريخي، خاصة هذا اليوم يتطرق إلى موضوع أبي الفضل العباس عليه السلام وإيثارة وتسليمة لإمام زمانه وهو الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولكنني أنا في نظري أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، وهو حديث طويل، لا يعرف الله إلا أنا وأنت. شكرا للزميل فيصل غازي، وشكرا كذلك لضيفي السابق محمد علي ميرزائي من جمهورية إيران. مستمرون معكم سادتي الكرام في هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم من مجموعة قنوات كربلاء الفضائية التي هي مرآة العقيدة وراية الأحرار. أستضيف في هذا الجزء من هذه الحلقة الأستاذ إدريس عبد القادر عايس، باحث إسلامي وناشط سياسي من جمهورية السودان. مرحبا بك سيد الكريم، و شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة وفي كربلاء المقدسة. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عباس، أنا مسرور جدا وأشكر لكم هذه الفرصة السانحة في قناة كربلاء الفضائية ضمن برنامج مهرجان الشهادة ومهرجان مواليد شعبان في العتبة الحسينية المقدسة. مزيج خطير بين البحث الإسلامي و النشاط السياسي، كيف وافقت بينهما؟ ما في تفريق بين السياسة. قد تكون من هذا الجانب تحسب على هذا الجانب، وقد تكون من هذا الجانب تحسب أنك تدافع على هذا الجانب. صحيح، الإسلام شامل، يعني السياسة ضمن الإسلام. بما أنك باحث سياسي لابد أن باحث إسلامي لابد أن تكون سياسي. هذا في تقديرنا. مع أم ضد مع من يقول بفصل الدين عن السياسة؟ هذه مقولة قديمة غير صحيحة ولا سليمة. الهدف منها شنو برأيك؟ الهدف منها عدم إنزال القيم الدينية والقيم السماوية على واقع السياسة. طيب. حتى ينفرد الطواغيت بفرض قوانين طاغية والظالمة، وبالتالي يستبد بمجال دون مجال. أحسنت. طيب، وتكون الأهداف منها طمس الحقائق الدينية وضياع المعتقدات الصحيحة حتى يؤسس السياسيون
دينا ومذهبا سياسيا خاصا بهم لقمع الحريات وغير ذلك. بالضبط هذا صحيح. وهذا ما راد فعله يزيد بن معاوية وغير ذلك. تمام؟ نعم نعم تمام. صحيح. طيب أنت اليوم مع شخصية أو في مكان لشخصية عظيمة جدا حاربت كل فكر سياسي أريد من خلاله ضياع الدين وطمس الحقائق الدينية، ليست على مستوى الجانب الإسلامي بل حتى على المستويات الأخرى. نرى في معركة كربلاء الإمام الحسين كان معه في كربلاء شخصيات من ديانات أخرى، وأنت اليوم في مهرجان ربيع الشهادة وهذه المناسبات العطرة لسيد الشهداء والثلة الطاهرة من آل محمد، ما الذي أضاف لك هذا المهرجان على المستوى الديني كونك باحث إسلامي وعلى المستوى السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وكل شكر وتقديري لهذه الفرصة السانحة لقناة كربلاء الفضائية، وشكر أيضا يمتد إلى العتبة الحسينية المقدسة لدعوتنا للمشاركة في هذا المهرجان الرائع. في الواقع أضاف إلينا الكثير المشاركة في هذا المهرجان، يعني معرفيا وسياسيا واجتماعيا أضاف كثير جدا. أولا يتبادر إلى الذهن العتبة الحسينية المقدسة، يتبادر إلى الذهن دائما الدين والشعائر، شعائرية فقط. ولكن عندما حضرنا وجدنا العتبة الحسينية المقدسة هي حققت اسم انتمت للحسين، الحسين الذي كان شاملا، كان شامل الحسين. الآن العتبة الحسينية تعمل عمل شامل وفق النهضة الحسينية، امتداد هذه النهضة. ولذلك وجدنا في مشاركتنا في هذا المهرجان بحوث علمية ومعرفية متنوعة ومفيدة جدا من علماء تم انتخابهم بعناية، لهم معارف ممتازة ورائعة جدا جدا، وعلماء في الفلسفة على كافة المستويات. نعم يعني هذا جيد من العتبة الحسينية أنها نوعت، لم تتخيل يعني العتبة الحسينية لم توجه دعوة إلى العلماء الشيعة فقط، بل وجهت الدعوة إلى كل الإنسان، يعني الدين الإسلامي والدين المسيحي. رأينا مثل الفاتيكان، باب الفاتيكان موجود، هذه نقطة تحول ممتازة جدا ورائعة. ووجدنا في الأبحاث العلمية والمعرفية أبحاث قيمة جدا تفيد الإنسان ونحن نستفيد منها جدا. أستاذ دريس، تعتقد برأيك أن مثل هكذا مهرجانات تضفي تغيرا كبيرا من ناحية الحقائق وجهات النظر بين الأمم أو البلدان لو صح التعبير على المستوى السياسي؟ يعني مثلا اليوم العتبة الحسينية المقدسة تعمل هذه النشاطات على المستوى العالمي، فتدعو من السودان ومن دول الخليج ومن بلدان أخرى ومن دول أجنبية كذلك، ولم يحتكر مسارها على فئة دون فئة أخرى، ترى يعني أنها تغير من الواقع المأخوذ على العراق سياسيا؟ أنه بلد كثر فيه القتل والمنظمات الإرهابية وغير ذلك وغير ذلك، يعني حتى أنا في فترة من الفترات ألقي على العراق بأنه غير صالح للعيش أصلا. صحيح. وأنت تعلم بهذا. صحيح. نعم. صحيح. هذا يغير، هذه المهرجانات تغير برأيك وإلى أي مدى؟ بالتأكيد هذا المهرجان يعني يلمس لب هذه المسألة، هذا السؤال يعني له تأثير قوي جدا في الأمم سياسيا واجتماعيا. أولا العراق حورب سياسيا، لماذا؟ لهذا التأثير. أولا العراق يعني يتميز بشخصية الشخص العراقي بصورة عامة، هو شخص محب للمعرفة، وهذا نراه في العلماء، كثرة العلماء العراقيين من العلماء في العلوم الإنسانية والعلوم الفنية والطبيعية والمهنية والعلوم الدينية متميزين جدا. حتى هذه البحوث التي قدموها بعض العلماء العراقيين أثبت ذلك، يعني في أفق واسع وفي تشوق إلى المعرفة. يعني هذه الشخصية العراقية حورب، لماذا؟ لأنه أخذ من مدرسة أهل البيت، مدرسة أهل البيت المدرسة الشاملة التي فيها المعرفة والعلوم. إذا نظرنا إلى الرياضيات وإلى الهندسة وإلى الكيمياء والطب، مرجعات كلها عند أهل البيت، حتى اللغة كل شيء معروف. هذا الإنصاف. إذا بما أنه الشعب العراقي ينهل من هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، إذا هو ينهل من المنبع، يأخذ من المنبع. جميل.
وبالتالي له أثر كبير جدا في العالم والأمة، خاصة النظرة الوحدوية. يعني عند السيد الثاني دام ظله يقول أهل السنة على سبيل المثال، نحن في إطار الإسلام أهل السنة هم أنفسنا ليسوا أخو إخواننا، بل هم أنفسنا. هذه النظرة الوحدوية، خطاب إنساني سياسي ديني مختصر جدا جدا. والعتبة الحسينية عندما تنشئ مثل هذه الفعالية تعكس للناس وجهة نظر هذه النهضة الحسينية وتعكس لكل العالم. سيد إدريس، يعني بلا مجاملة برأيك، وأنت أمام مسؤولية كبيرة جدا خصوصا أنت على هذه الشاشة، هل وجدت في هذا المهرجان من يندد بالمذاهب الأخرى ويحرض على الطائفية ويعطي الأولوية في المصداقية وعلى الجميع أن يتشيع، وهناك ضديات ضد السنة تشن في هذا المكان، وهناك من يحرض ضد المذاهب الأخرى والديانات الأخرى؟ أريد الجواب بالله عليك بصراحة. إطلاقا ما وجد تقلص، لا غير صحيح، أصلا ما في توجه زيادة أبدا، على العكس تماما، التوجه وحدوي. يعني عادة هنا في النقاشات وحوارات مع بعض الإخوان حتى، يعني ما بينظر أنه هذا الذي لم يكن ضمن مدرسة أهل البيت هو من أهل الجنة، والذي خلافه هو من أهل النار، أبدا هذا غير موجود. حتى عند النخب العلمائية يقول لا أبدا ما في كلام زي ده. جميل، جميعا كلنا ننشد الله سبحانه وتعالى. يطلع. هدفنا هو الوحدة. أستاذ إدريس، هناك تغطية وبعدها إن شاء الله ثم نعود معك لنكمل الحديث معك إن شاء الله. سادتي الكرام، مستمرون معكم في حوارنا وهذه تغطيتنا المباشرة، وأنتقل بكم الآن إلى تهاني وتساؤلات يطرحها الزميل مالك السراج إلى زوار المولى أبي عبد الله الحسين. فإلى السراج مالك إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدينا، مشاهدي براءة العقيدة وراية الحرار قناة كربلاء الفضائية، ونحن نلتقيكم في هذه الجولة المباركة في الشهر المبارك المعظم، شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذه الذكرى الميمونة بولادة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في هذا الشهر المبارك، حيث نبتهل للباري عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالأمن والأمان والصحة والعافية، وأن يحفظ العراق والعراقيين ويسدد خطى مراجعنا العظام وجميع محبي أهل البيت عليهم السلام. اليوم من داخل الصحن الحسيني ومن الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، لنا وقفات مع محبي أهل البيت عليهم السلام لننقل التهاني، وكذلك لنطرح عليهم بعض الأسئلة مثل ما اعتدنا في كل مناسبات والولادات الخاصة بأهل البيت عليهم السلام، ليتبركوا بهدية مقدمة من العتبة الحسينية المقدسة، ومن خلال أكيد قناتكم قناة كربلاء الفضائية. معنا أحد الأخوة الزائرين، السلام عليكم، حياكم الله. أول شيء نحب نبارككم ونهنئكم بذكرى ولادة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وكذلك ولادة سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي صاحب الحجة والزمان حجة بن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه المناسبة والذكرى المباركة، إلا وهي ولادة سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وأخيه بالفضل العباس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصحة والعافية وأن يحفظ زوار أبي عبد الله الحسين في مشارع القرى ومغاربها. أحسنتم، من وين؟ أي محافظة؟ من محافظة ميسان. اسم حضرتك؟ محمد كريم. محمد، عندنا يعني مشاركة إن شاء الله تكون ويانا بعد ما نقلنا تهنئتك لجميع المشاهدين. يعني سؤالنا بسيط إن شاء الله، اذكر لنا مثلا احد يعني الكنيات اللي يكنى بها الامام الحسين عليه السلام. كنى الامام الحسين عليه السلام ابو السجاد.
ابو السجاد، وبعد اذا عندك يعني تعرف ابو عبد الله حسين. احسنتم، اجابه صحيحه. زين، تعرف على الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اهنئ شيئه امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام بمناسبه هذه ولاده ابي الفضل العباس عليه السلام. زين، اليوم سالنا على سالنا محمد، مو حضرتك من وين اسمك؟ صادق جواد كاظم من محافظة ميسان. ما اسمعك، صوت شوي قوي هنا بالحضرة. صادق جواد كاظم من محافظة. صادق، اليوم ولادة وهذه المناسبة العطرة، اريد اسألك سؤال بسيط ان شاء الله، واكيد يكون عندك معلومة. اين ولد سبط رسول الله الامام الحسين عليه السلام؟ المدينة المنورة. متأكد ان شاء الله؟ احسنتم، اجابة صحيحة. هذا الهدية لك مقدمة من العتبة الحسينية، ونحتاج هدية ثانية لصادق الولد يسعفونا بها. ومبارك لكم الولادة، موفقين، ولا تنسونا بالدعاء. السلام عليكم، حياكم الله. الاسم الكريم، حضرتك من وين؟ شعلان من محافظة ديقة قضاء الشطرة. حياك الله. إحسان وسام، حياك الله وسام. شوي صوت هنا شوي قوي، فلذلك أول شيء نحب نبارك لك بولادة سبط رسول الله وأخيه أبو الفضل العباس والأئمة الأطهار. تهيني كلمة تقدمها، وماذا تقول بهذه المناسبة العطرة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ العالم الإسلامي والمراجع العظام بولادة سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين وأخيه أبو الفضل العباس، وهو إمام المتقين وإمام المسلمين جميعا. الله إن شاء الله يحفظ العراق ويبدل حاله من حال إلى حال إن شاء الله جميع. وسام، حسب ما ذكرت الآن وسام، سؤالنا يقول تزامنت إمامة الإمام الحسين عليه السلام مع أي حاكم؟ هو معاوية بن أبي سفيان، وأما عبد الملك بن مروان، أو هارون العباسي؟ معاوية لعنة الله عليه. متأكد؟ متأكد. وهذه هدية مقدمة من العتبة الحسينية. موفقين إن شاء الله. موفقين، إن شاء الله ينعاد عليكم كل سنة وكل عام بالخير والأمان. ممنون، حياكم الله. شكرا لك. ممنون. أكيد مشاهدين الأكارم متواصلين وياكم، وأكيد إن وقفات أخرى وحلقات أخرى، وهذه عودة للأخوة. شكرا للزميل السراج مالك العزيز على ما تفضل به. وواصل معكم سادتي الأحبة حلقتنا وتغطيتنا لهذا المساء. تحية موصولة لك أستاذ إدريس مرة أخرى. أهلا وسهلا. وأنت في كربلاء، من تدعو إلى العراق اليوم ولما شاهدته في العراق وما استطعمت به من أجواء في العراق؟ بدون تردد أدعو شيوخ الطرق الصوفية في السودان والمغرب العربي وفي مصر. إضافة إليهم أدعو علماء الأزهر الشريف، وأضيف إليهم أيضا الأساتذة والدكاترة المهتمين بالفلسفة والمنطق والدراسة الإسلامية. طيب لماذا مشايخ الطرق الصوفية؟ مشايخ الطرق الصوفية لأنه الهوى والعشق أصلا لأهل البيت، وهم يعتبرون أنه لا تنال الدرجات العالية إلا بانتمائك لأهل البيت وحبك لأهل البيت. يعني أعطيك مثال، يعني في قصيدة لجدنا الشريف عايس يقول: همم الذاكرين غير حب ليوم علي لم تحيا. أفهم منك أنك قادري؟ أنا أيوة سماني قادري وليس رفاعي. لا ما رفاعي. همم الذاكرين غير حب لعلي لم تحيا، يا من طابت بي قلوب المات والأحياء. يعني هم الذاكرين الله سبحانه وتعالى أصلاً لا ترقى ولا تحيا إلا بحب علي بن أبي طالب. إذن أنت قادري والهوى. صحيح. من السيد عبد الكريم محمد الكريم السماني. السماني. إيه. اللي هو من المدينة. المدينة المنورة. إيه. منورة طبعاً. إيه. هو كان عرفاني أم زاهد؟ هو كان عالم عرفاني. أها. نعم. وذاكر من الذاكرين. طيب هم يرجعون دائماً في أساسهم إلى علاقة بأهل البيت. أكيد. من ناحية النسب كل الطرق الصوفية تنتمي إلى شخص يكون سيد من أبناء الإمام علي بن سيد. لذلك أنت تدعوهم إلى المجيء إلى كربلاء المقدسة. نعم، يأتون إلى هنا، إذا جاءوا إلى هنا يذوبون في حب الحسين عليه السلام بلا شك، بلا شك ينتهلون من هنا. هذه الآن الإعلامية المضللة وهذه السحابة سوف تذول.
تعرفون الحقائق، فلأتوا إلى هنا. ومن علماء الأزهر ومن الأكاديمي المختصين الأزهر تدعوهم، أكثرهم أصحاب إنصاف. وأيضا جميل. وأيضا أساتذة الجامعات المختصة في الشأن الأكاديمي والفلسفة والمنطق أيضا عندهم الإنصاف. وهنا آخر وأبدا نقول في كربلاء لا يوجد هناك أي مذهبية ولا طائفية أبداً، وأي طائفية، وهذه حاشا ما وجدنا. دعوة منك إلى الجميع بالضبط. تعالوا إلى كربلاء إلى الإمام الحسين عليه السلام. أيوة وحيد السلام. أستاذي العزيز أستاذ إدريس، أنا ممتن لك بالشكر الجزيل للبحث الإسلامي وناشط السياسي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نتمنى لك مجيء وعودة أخرى إلى كربلاء المقدسة. شكرا جزيلا لك ولحضورك معي. شكرا، جزاكم الله الخير، بارك الله فيكم إن شاء الله. سادتي الكرام انتهى وقت الحلقة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.